شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. توقفنا عند قوله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. إذن المؤلف صرح بأن القرآن غير مخلوق، لأنه نقل عنه أنه يقول بالوقف، بل قالوا إنه يقول إن القرآن مخلوق. ما معنى مخلوق؟ أي كخلق السماء والأرض وكخلق الأشجار وباقي المخلوقات، هذا معنى مخلوق. فها هو يبين بطلان هذه العقيدة، وأنه ليس مخلوقاً بل هو صفة من صفات الله. لهذا قال: والقرآن كلام الله عز وجل. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليه. وصفة الكلام كصفة العلو من جهة أنهما صفتان، أكثر الكلام فيهما أهل البدع، أكثر الردود وبيان أهل الباطل فيما أخطأوا فيه في العقيدة، لقد زلوا في هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة الكلام. حتى إنه قيل لأهل البدع أهل الكلام. لماذا؟ قالوا: لأنهم يخوضون في هذه الصفة بالباطل ويحرفون ما جاء في النصوص. فمرة منهم من يقول القرآن مخلوق كخلق السماوات والأرض، ومنهم من يقول هو كلام نفسي، تكلم الله في نفسه، وطائفة تقول هي حكاية عن كلام الله، وكل هذا باطل، كله زور. ولهذا ننظر في كتاب الله، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد أن النصوص تثبت ما أثبته المؤلف، أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله. والدليل ما جاء في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. إذن الله يتكلم على الحقيقة كلاما يليق بعظمته ويليق بجلاله، ليس ككلام المخلوقين. كل صفات الله سبحانه وتعالى لها المثل الأعلى، صفات لا شبيه لها ولا نظير، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. إذا قلنا ليس كمثله شيء، كذلك ليس ككلامه شيء، ليس كسمعه شيء، ليس كبصره شيء، لكن نثبت كما أثبت الله لنفسه، لا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نكيف ولا نشبه. والأدلة كثيرة: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وقال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن هو من كلام الله، الله تكلم مع خلقه، تكلم مع جبريل، تكلم مع آدم، تكلم مع أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقالوا: وما لنا لا نرضى يا ربنا، كما في الصحيحين. إذن تكلم أو لم يتكلم؟ تكلم. وناداهم: وإذ نادى ربك موسى. إذن الله ناداه، والنداء يكون بصوت وحرف. إذن كلامه على الحقيقة بصوت وبحرف، لا كما يقول أهل الباطل يقولون هو كلام في نفسه أو كلام خلقه في مخلوقاته. كل ذلك باطل. بل إن الإله الذي يعبد لو كان لا يتكلم لكان هذا نقصاً في حقه. في قصة موسى لما ذهب إلى ربه، ماذا صنع بنو إسرائيل؟ عبدوا العجل، وكان معهم هارون عليه السلام، فأنكر عليهم هارون، أنكر عليهم هذا الشرك وعبادة العجل، لكنه لم يلحق بموسى، بقي وقال لموسى: خشيت من التفرق وأن يحصل فرقة، لأنه أخذ بلحيته، فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. الشاهد: هذا العجل لما جاء موسى يخاطبهم بماذا عابه؟ عابه بأنه لا يتكلم. كيف تعبدون عجلا أخرس لا يستطيع الكلام، لا يستطيع النطق؟ هل هذا إله؟ هل هذا معبود؟
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أفلا يرون أنه لا يكلمهم، أفلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فعابه الله بأنه إيش؟ لا يتكلم. إذن عدم الكلام نقص. لو قيل هذا رجل لا يتكلم، ستقول مسكين هذا ابتلاه الله، الله يشفيه ويعافيه، أليس هذا نقصا؟ نقص. فكيف تتهمون رب العالمين بأنه لا يتكلم؟ وقد عاب الله هذا العجل وعابه موسى لأنه عجل لا يتكلم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذن عابوه بأنه عجل لا يتكلم، لا ينفع، لا يضر، لا يشفع، لا ينطق، ما يفعل شيئا. فالإله المعبود الذي له صفات الكمال يتكلم، وكلامه يليق بعظمته وجلاله، والقرآن من كلامه، سواء كان هذا القرآن المحفوظ في صدورنا أو المسموع الذي نسمعه أو الذي يقرأ في المحاريب أو الذي ننطق به أو الذي موجود بين الدفتين، كل هذا قرآن، كل هذا هو كلام الله، سواء كان مسموعا أو مقروءا، وهو في اللوح المحفوظ مكتوب كما قال الله عز وجل: وإنه لكتاب كريم، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا إذن القرآن أيضا مكتوب. أما جبريل عليه الأداء، هو أدى فقط، سمع من الله عز وجل القرآن ثم أداه وبلغه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمع هذا القرآن وبلغه إلى أمته، ثم تناقلت الصحابة والأمة إلى يومنا هذا كما هو، حفظه الله عز وجل من النقص والزيادة. ومن أراد أن يحرف، ولو أراد أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا، لجاء صبيان المسلمين، ما هو العلماء؟ الصبيان الذين يحفظون، وردوا عليه خطأه. وهذا الحفظ من الله، كما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ، هذا القرآن منه بدأ وإليه يعود، ابتداء من الله عز وجل هو الذي تكلم به وإليه يعود، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة أن يرفع هذا القرآن، فيأتي الناس إلى المصاحف لا يجدون شيئا من القرآن، رفعه الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن، وهو صفة من صفاته، وهو كلامه سبحانه وتعالى، خلافا لأهل الباطل الذين قالوا القرآن ليس كلام الله، لأنه لو قلنا إنه كلام الله لكان يشبه الله المخلوقين، فالله يتكلم والمخلوق يتكلم، فصرنا نجعل الله كالمخلوقات، وهذا باطل، هذا باطل، ومن أبطل الباطل أن تقيس هذه الأمور بهذه الطريقة. وإلا لقلنا أليس الله موجودا؟ أليس المخلوق موجودا؟ فهل يقال نقول الله غير موجود لأن المخلوق موجود، لشبهنا الخالق بالمخلوق؟ هل سيلتزمون بهذا؟ لا يلتزمون. إذن هذا القياس باطل. لكن قل كما قال أهل السنة: هو يتكلم بكلام ليس ككلام البشر، كلام يليق بعظمته ويليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ولهذا هذا القرآن العظيم معجز، جعله الله عز وجل معجزا في حروفه وفي كلماته، وكذلك جعله من كلماته الشرعية. جاء أهل الباطل إلى هذه النصوص وحرفوها وأولوها، وأسوأ من يتكلم في هذه الصفات هم الأشاعرة، لأن المعتزلة والجهمية قالوا هذا مخلوق واكتفوا بذلك. الأشاعرة: ما هو عندكم كلام الله؟ يقولون: هو كلام الله. يعني كما يقول أهل السنة يقولون: لا، هو كلام نفسي. طيب ما معنى الكلام النفسي؟ هم أنفسهم عجزوا عن تعريفه، كيف يكون كلاما نفسيا؟ الكلام الذي في نفسك وفي قلبك لا يعتبر كلاما. لهذا إن الله لا يؤاخذ هذه الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما في صحيح البخاري. يعني أنت إذا ما تكلمت ولا عملت لكنك فكرت في نفسك ودار حديثا في نفسك، وهذا الحديث كأن تكون أردت شرا أو أردت معصية لكنك لم تعمل ولم تتكلم،
ليس عليك شيء، معذور، الله عز وجل عذرنا في هذا الكلام النفسي، كما في صحيح البخاري: الله لا يؤاخذ هذه الأمة بما حدثت بها أنفسها، إنما إذا تكلمت وعملت. إذن كيف تسمونه حديثا نفسيا؟ عرفوا لنا ما هو هذا الحديث النفسي. إذن كلامكم يؤول إلى قول المعتزلة والجهمية أنه مخلوق. لماذا لا تقولون كما أثبت الله عز وجل لنفسه؟ الله يقول عن موسى: إني اصطفيتك بكلامي، برسالاتي وبكلامي، إني اصطفيتك عن الناس بكلامي، برسالاتي وبكلامي. إذن اصطفاه الله بالكلام، فهي صفة ثابتة لله عز وجل. وقد أشرنا إلى ما يتعلق بالمخلوقين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه الله. ماذا تفهم من قوله سيكلمه الله؟ يعني على الحقيقة، أليس كذلك؟ سيتكلم كلاما حقيقيا بصوت وبحرف كل إنسان. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبين، ما تحتاج إلى من يترجم، يكلمك بكلام سبحانه مفهوم معروف، فتدرك هذا الكلام وتسمعه. ولهذا قال الله: ويوم يناديهم. إذن في نداء يوم القيامة، ينادي المشركين: أين شركائي؟ يعني الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا، هل ينفعونكم اليوم؟ أين شركائي؟ إذن هذا نداء. وأنت إذا قيل لك استدل من كتاب الله، ماذا ستقول؟ ستقول: قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ستقرأ الآية. ما معنى قال الله؟ يعني تكلم به على الحقيقة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كل هذه الأدلة الواضحة البينة الصريحة من الكتاب ومن السنة، ويأتي أهل الباطل ويقولون: لا، لا يتكلم، والقرآن مخلوق، القرآن مخلوق. لهذا أجمع السلف كلهم على أن من اعتقد هذه العقيدة فإنه كافر، وإن كان مسلماً واعتقد هذه العقيدة فإنه مرتد. لماذا؟ لأنه تكذيب لكتاب الله، وتكذيب للأحاديث الصحيحة التي فيها التصريح أن الله يكلم عباده، ويكلم جبريل، وتكلم بهذا القرآن، ويكلم أهل الجنة، ويكلم آدم في اليوم القيامة في الصحيحين، يقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، والخير بيديك. يقول له: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. فيخرج بعث النار، ويكون من كل 1990 أو ألف، بكل 1001 في الجنة، و999 إلى النار والعياذ بالله، حتى يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هل الله يتكلم بحرف وصوت؟ نعم، يتكلم بحرف وصوت، لأن النداء في لغة العرب لا يقال له نداء إلا إذا كان بحرف وصوت. لما تقرأ قول الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ماذا تفعل وتفهم؟ ماذا تفهم من قوله نادى؟ لا يكون النداء كما ذكر ذلك أئمة اللغة، بل أجمعوا على هذا، لا يكون النداء إلا بصوت وحرف، وهم يقولون كلام نفسي. كيف يكون كلاما نفسيا وأنتم في كتبكم أقررتم واعترفتم أنكم عجزتم عن تعريف هذا الكلام النفسي؟ الرازي والشهرستاني أئمة الأشاعرة قالوا إن أصحابنا، يعني الأشاعرة، ما عرفوا أو عجزوا عن تعريف الكلام النفسي. وقالوا صاحب البدعة هذه أول من قال بها هو ابن كلاب، رئيس الفرقة الكلابية، كما أن الأشاعرة فرقة، أيضا الكلابية أشاعرة، وحقيقة الأشاعرة هم كلابية. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا 40 سنة وهو في الاعتزال، ثم تاب من الاعتزال وانتقل إلى مذهب الكلابية، ثم تاب من الكلابية وانتقل إلى مذهب أهل السنة، وألف كتابه المشهور الإبانة، وصرح في مقدمة الكتاب أنه على مذهب أحمد بن حنبل الذي كان على السنة، بل كان من أئمة السنة. فلما انتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الكلابية، انتقل معه الأشاعرة، فتاب ولجأ أو رجع إلى ماذا؟ إلى مذهب أهل السنة، وبقى الأشاعرة على مذهب الكلابية،
وأول من قال بهذا المذهب